في العراق صوت البرلمان بالغالبية المطلقة لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شيع السوداني. بهذه المناسبة تعهد السوداني في كلمته أمام مجلس النواب بالعمل على تطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية وتهيئة المناخ أمام الصحافة الحرة للقيام بدورها. السادة أعضاء المجلس، بالأغلبية المطلقة مرت حكومة محمد الشياع السوداني من تحت قبة البرلمان العراقي بعد أكثر من عام على انتهاء الانتخابات التشريعية المبكرة. حضر الزعماء العراقيون كما حضرت بعثة الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية. التصويت شمل مرشحي السوداني لتولي 21 وزارة من أصل 23. الحكومة اليوم تم التصويت عليها بما يقارب أكثر من 250 نائب، وهذه تعتبر أنه عملية المشاركة الواسعة من قبل أعضاء مجلس النواب وتأييد كبير لهذه الحكومة من قبل جميع القوى السياسية. تعهد السوداني إذن بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وإنجاز مشاريع استراتيجية وتعديل قوانين من بينها قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية. في حال نجاح الحكومة بمنهجها الوزاري خلال السنة القادمة، الحقيقة لا من غير الممكن أن تجري انتخابات مبكرة، نعطيهم فرصة أكثر للنجاح. الانتخابات سيتم تعديل قانون الانتخابات، هذا موجود بالمنهاج الوزاري، وستتم الاتفاقات بالمستقبل حول موعد الانتخابات القادمة أو استمرار الدورة الانتخابية الحالية إلى موعدها. يأمل الشارع العراقي أن تحقق حكومة السودان ما وعدت به وتلبي تطلعات الشعب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية. أشواط شاسعة بات على السودان وحكومته قطعها، وتحدية جسام وتركة سياسية ثقيلة لست حكومات عراقية لم تحقق أهدافها، لا سيما القضاء على الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو شعار السوداني للمرحلة المقبلة. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. قال نائبان عن حركة امتداد علاء الركاب وفلاح الهلالي إنهما تعرضا للضرب المباشر أمام البوابة الرئيسة لمبنى مجلس النواب العراقي. وبحسب النائبين فإن مجموعة من النواب التابعين للإطار التنسيقي حاصرتهما وانهالت عليهما بالضرب المباشر داخل مجلس النواب، تم التهديد بالقتل أيضا. كانت مشادات وعراك بالأيدي وقع داخل مجلس النواب قبيل التصويت على الثقة بحكومة السوداني على خلفية اعتراض حركة امتداد على ما اعتبرته تشكيل حكومة محاصصة. معنا من بغداد الآن مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، أهلا بك. في البداية، ما هي ردود الفعل الشعبية وأيضا السياسية إن كانت قد صدرت مزيدا من ردود الفعل بعد نيل حكومة السوداني الثقة في البرلمان بالأمس؟ وماذا عن الحقائب الوزارية التي لم يتم تسميتها بعد والتي هي من الأساس من حصة الأكراد؟ نعم، طبعا يعني نالت حكومة محمد الشياع السوداني الثقة ويعني مررت من تحت قبة البرلمان ب 21 حقيبة وزارية، من بينها ثلاثة حقائب تشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، من بينها وزارة النفط ووزارة التربية ويعني وزارة أخرى، ليكون الوزراء نواب لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. وهنالك ترحيب واسع من قبل الأوساط السياسية بتمرير يعني هذه الحكومة التي رفعت شعار مكافحة الفساد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وتشغيل الأيدي العاملة للشباب العاطل عن العمل. ولكن يعني الشعب العراقي ينتظر ما ستؤول إليه أو ما سيعمل محمد الشياع السوداني من يعني من تراكمات لحكومات، لست حكومات كما أسلفت في التقرير. هنالك تركة ثقيلة قد حملها محمد الشياع السوداني على كتفه وكتف حكومته التي نالت ثقة البرلمان العراقي. بقيت وزارة البيئة
والإعمار والإسكان، والتي هي أيضا من حصة المكون الكردي، ولكن لم يتم اختيار وزراء لهاتين الوزارتين. أما بقية الوزراء وبخلاف ما كان يتوقع المراقبون أن تكون هناك خلافات على الوزارات السيادية، لا سيما الدفاع، الداخلية، المالية، والنفط، ويعني هذه الوزارات تعتبر من الوزارات السيادية، ولكن مررت هذه الحقائب بسلاسة وسهولة يعني في الجلسة المخصصة لمجلس النواب العراقي التي مررت بها حقيبة وزارة محمد الشيع السوداني بسلاسة وسهولة. هنالك أيضا من ضمن يعني المنهاج الوزاري الذي مرر أيضا بالتصويت وبالإجماع، يعني كونه يحمل النقاط ويعني أهم سيعمله يعني محمد الشيع السوداني والحكومة التي مررت من تحت قبة البرلمان، من بينها مكافحة الفساد وتشريع قوانين خاصة، لا سيما قانون مجلس النواب وقانون مجلس الاتحاد وقانون وتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات خلال مدة عام وغيرها من الإنجازات التي تعهد بها محمد الشيع السوداني أمام يعني مجلس النواب العراقي وأيضا أمام الشعب العراقي. شكرا لك شفيق عبد الجبار.